كملينا صباحنا معكم مشاهدينا وخصصنا فقرتنا الأخيرة لحتى نسلط فيها الضوء على المرأة الحديدية الفلسطينية يلي اليوم أثبتت جدارتها بإثبات هويتها وتمسكها بهويتها وأرضها. التراث الفلسطيني هو فن وكلمة وربما تكون أوقات غنية بتعكس هوية الشعوب وبتعزز انتمائها، لهيك بقيت الهوية الفلسطينية هي بوصلة لجميع من السيدات والشابات كمان من خلال الحفاظ على موروث ثقافي لنقله وترسيخه أيضا بذاكرة الأجيال الشابة. أكيد عفاف، اليوم ضمن محطتنا الختامية رح نتعرف على تفاصيل أكثر عن التراث الفلسطيني من خلال تعرفنا على نادي فتيات فلسطين، النادي اللي بيحتوي على العديد من الفعاليات والأنشطة اللي بتوثق التراث والثقافة الفلسطيني. خلينا نتعرف على نشاطاتهم وأيضا أبرز المنتجات يلي بيقدمها نادي فتيات فلسطين، وهي المعلومات رح نتعرف عليها مع ضيفتنا بالاستوديو السيدة أيضا منيرة الوالي احد اعضاء النادي. يسعد صباحك استاذه منيره، واهلا وسهلا فيك. صباح النور. صباح النصر. من خلالكم صباح النصر، من خلالكم بنرفع تحيه اجلال واكبار للشهداء، المجد والخلود للشهداء، اكيد الشفاء للجرح. امين اكيد ان شاء الله يا رب. يسعد صباحك سيده منيره. يعني نادي فتيات فلسطين هو مشروع وانت احد الاعضاء بهذا النادي، خلينا نحكي عن تاسيس النادي وشو كان الهدف منه بالضبط. هلا النادي اذا بدنا نحكي بالشكل العام هو تاسس عام 1965، مقره الاساسي مخيم اليرموك، هو نادي ثقافي اجتماعي بالدرجة الأولى، الحفاظ على الهوية الفلسطينية، الحفاظ على الموروث للشعب الفلسطيني. مقره الأساسي قلنا مخيم اليرموك، بظل الأزمة اللي عصفت بالقطر العربي السوري بشقيقتنا سوريا، اضطرينا لنطلع من مخيم اليرموك، فكان انتقلنا لمركزنا بالمزة، خدنا مركز بالمزة حتى نتابع مسيرتنا، ما تتوقف المسيرة بظل الظروف، كل منطقة بيصير فيها ظروف. فانتقلنا للمزة، من بعد المزة حاليا موقعنا هو بحي المزرعة بدمشق. أكيد. خلينا نتعرف على أهم المنتجات يلي عم تقدم ضمن نادي فتيات فلسطين، أهم الأنشطة. نحن بنعرف إن هو ثقافي تنموي، فأكيد في مشاريع خاصة لل سيدات والصبايا، نحكي شوية تفاصيل. هلا إذا بنحكي على منتجات النادي، الدرجة الأولى هي إحنا الحفاظ على التراث. إحنا ربط الماضي الكنعاني بالحاضر الواقع الفلسطيني. فإحنا منتجاتنا هي عبارة عن الأثواب التقليدية القديمة، بنرجع بإحيائها من جديد. إذا حبينا عم نشوف هلا هاي شال. هذا شال. عندنا شالات، عندنا جواكيت، هدول الدرجة الأولى القديم، احنا بنحافظ على التقليد القديم. عندنا الأثواب، عندنا الجواكيت، أنا ما جبت اليوم معي نموذج أو شغلة، الأثواب، في عندنا كل غرزة بتختلف عن الغرزة اللي هي الأساس فيها، عندنا التكيات، في عندنا كمان النادي، من خلالكم بوجه تحية لحارسة التراث مديرة نادي فتيات فلسطين الأخت عبير حفناوي، لأنها بتبحث بالتاريخ وبالتراث لحتى نرجع إحياء كل ما هو قديم مع دمجه بالحاضر. فهذا الشيء إحنا كتير محافظين عليه بالنادي. إذا بدنا نتطرق نأخذ نموذج عن الأثواب كمثال، هلأ عنا أنا ما جبته اليوم معي، توب يافا. توب يافا هاد؟ لا هذا توب القدس هلا بنحكي عنه، بس يلا. انا رح احكي بالاول عن توب يافا. توب يافا كجمال المدينه انعكس على التوب الفلسطيني. التوب الفلسطيني يافا بيمتاز بكثافه التطريز على الصدر وبعروق الورد، بعروق الورد وبنفس الوقت برسومات الشجر. هذا انعكاس طبيعه المدينه، طبيعه المدينه، ومدينه يافا مدينه من المدن الجميله. نيجي اذا بدنا ناخذ توب القدس، توب القدس اللي نشوفه. طبعا هذا توب القدس، طبعا اذا بدنا نرجع للتاريخ شوي للقديم، توب القدس مر عليه
عدة مراحل. كان بالأول هو كان ألوانه داكنة، بعدين كل حقبة بتدل على الحقبة اللي هي فيها، فكانت الرسوم المطرزات فيها بتاخد القطبة الصليبية، بتاخد الرموز الصليبية بتدل على الاحتلال الصليبي بوقتها. بعدين في فترة من الفترات دخل له التطريز مثل الهلال، الآيات القرآنية بتدل على فترة الحكم الإسلامي. حاليا التوب أخذ الطابع الأكثر اللي هو انعكاس قبة المسجد الأقصى على التوب باللون الأصفر بإدخال بعض الزخارف له. إذا جينا على التوب الثاني اللي هو هذا القطبة، هي قطبة التحريري، هون قطبة اللي هي الصليب مثل الصليب، أو بالعام بنسميها الضرب، إشارة الضرب للتسهيل للتعامل. أما هذا التوب فهو القطبة التحريرية. إذا بدنا نحكي على القطبة التحريرية ونرجع لتاريخها من أيام الكنعانيين، من تاريخنا القديم، إحنا حاليا بالنادي عم نسعى ونادرا لحتى توجد أشخاص بيشتغلوا بالقطبة التحريرية. فهاي القطبة إحنا عم نشتغل عليها وعم نحيي التراث. طبعا مو بس عندنا توب أو اثنين أو ثلاثة، عندنا كذا ولأحياء للمدن وقراها. صحيح. إذا بنحب نحكي عن التكايات، التكايات كمان بتختلف من تكاي لتكاي. هاي اللي بإيدك هي المادة المستخدمة عليها هي الإيتامين. الإيتامين القماش الأساسي إيتامين. هاي مثل التكايات اللي بالعام بيقولوا لها مخدات، بتنحط على الكنبات أو بأي مكان. القطبة أو الرسمة. القطبة هلأ إحنا بنختار الرسمات على حسب كل شيء بناسب، حتى التراث، حتى أدخلناه بعامل الديكور داخل المنازل. طيب فينا نرفع هاي قدام هاي كاميرتك هون، تفضلي. هاي شوي هاي من كنفة ناعمة، تختلف عن قماشة التكاية اللي بإيدك. هاي عبارة عن ورود، إذا بنشوفها النقوش فيها بس نرفع شوي لفوق. تمام. واللون الأحمر. هلأ التطريز الفلسطيني يتميز باللون الأحمر بالشكل الأساسي. هلأ إذا إجينا نحكي، يعني احنا منتجاتنا كثير غزيره لحتى درجنا انه احنا دخلنا المودرن بشغلنا من خلال القطبه، من خلال نحافظ احنا على تراثنا، حتى الصبايا صاروا يقتدوا ويلبسوا بس بشغلات القطبه موجوده، الالوان موجوده بس بقطعه مودرن مثل البلايز مثل القمصان وغيرها. فالمرأة الفلسطينية إذا بدنا نحكي، يعني بدون ما تحكي، بدون ما تسأليها شو التوب اللي أنت أو شو الوضع الاجتماعي، هي كانت تعطي رمزية للحالة الاجتماعية اللي بتعرفي إنه السيدة هاي شو وضعها الاجتماعي، متزوجة، عازبة، أرملة. كمان اليوم سيدة منيرة عم تسعى من خلال نادي الفتيات الفلسطيني لترسيخ الفلكلور والتراث الفلسطيني من خلال فرق راقصة. حتى خلينا نعرف شو الهدف من هاي الفرقة الراقصة. هلأ إحنا عنا استكمال لمشروعنا اللي هو المحافظة على التراث، كمان لازم نحافظ على الكلمة، على الموروث الفلكلوري المغنى، من خلال الدبكة الشعبية، من خلال الكلمة، من خلال اللحن الفلسطيني، الدلعونة وجفرة وظريف الطول اللي هدول هن إلين حكاية بالأساس. فرقة نداء الأرض تأسست بأواخر 2003 و2004، بداية 2004. مثلت فلسطين بعدة مسارح، وكان إلها الشرف يعني بأوروبا بالدول العربية، وكان إلها الشرف إنها رقصت على مسارح الوطن، إنها دخلت على أرض الوطن وعرضت نشاطاتها على داخل أرض الوطن. عندنا الفرقة بشقين، مسرح وغناء، كمان بنفس الوقت تأسسوا. فأنت يوم تتحافظ أحيانا بدك تخاطب المجتمع الغربي يمكن ما بيفهم اللغة أو الكلمة، لكن أنت من خلال الموسيقى واللوحة الحركة الفنية بتعطيه بتوصلي له رسالتك. في أعمار محددة لحتى أي صبية أو بدها تنتمي للفرقة أو تنتمي للنادي؟
هلا احنا بالنسبه للفرقه اكيد بيكون عمرها من فوق ال 16، يعني من ال 16 وانت طالع، يعني بعمر الشباب اللي بتكون عندها الليونه بالحركه بالجسم. اما بالنادي فاحنا حسب احتياجات النادي، شو بيكون النادي عنده احتياجات، لانه عندنا احنا اذا بدنا نرجع لاقسام النادي عندنا القسم الاداري، الاداره والقسم الاداري، عندنا قسم المحاسبه، عندنا القسم المهم اللي هو قسم التطريز، عندنا قسم الخياطه والتصميم، وعندنا قسم المبيعات، وعندنا قسم اعلامي اللي هو بنشر وبيساعد بنشر هذا التراث. اكيد يعني نشاطات متعدده، ودائما نحن بنقول لما بنذكر الزي الفلسطيني او بنذكر الرموز اللي هي طبعا موجوده بتعبر عن فلسطين، واول رمز هو الكوفيه. الكوفية اللي ما بيعرف رموزها هي مو مجرد نقش، هي أيضا تعبر عن غصن الزيتون، وأيضا خلينا نحكي عن رموز الكوفية الفلسطينية قبل ما نختم. بالنسبة للكوفية الفلسطينية هي رمز الشعب الفلسطيني، هاي النقوش هي عبارة عن علاقة الصيادين بالبحر. صحيح. هي بترمز من للشبك الصيادين. الخطوط العريضة اللي هون هي طرق التجارة، هاي طرق التجارة. هون هي بترمز لأوراق الزيتون، لشجر الزيتون، لأنه إحنا ثابتين وراس الخيل كشجر الزيتون، وأقدم شجر الزيتون هي بفلسطين. صحيح. بدنا نشكر حضرتك، ونتمنى أكيد النصر لأهلنا بغزة، والله يرحم الشهداء ويساعد أهالينا هونيك ويخفف عنهم مصابهم. شكرا كثير لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا للإخبارية، شكرا لكادرنا بنادي فتيات فلسطين، الشكر الخاص لكم وللاستضافة. نتمنى أنه نلتقي دائما، واهلا وسهلا فيكم انت ما حبيتوا، بنتمنى انكم تزورونا بنادي فتيات فلسطين. اكيد. تحيه كمان لجميع الكادر بفريق فتيات الفتيات نادي فتيات فلسطين، فتيات الفلسطين. اكيد بدنا نوجه لهم تحيه، ونتمنى لك ولك ولالهم كل النجاح والتوفيق والازدهار. اهلا وسهلا. شكرا لك.